أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج حلم حياة. حلقة النهاردة هتكون مميزة وهتكون مختلفة. حلقة النهاردة هتكون مليئة بالمفاجآت، يعني هيكون فيها مفاجآت كتير. ولكن قبل ما نتكلم بقى ونتكلم عن مفاجآت ونقول أي حاجة، طبعا زي ما احنا تعودنا بنتكلم في كل حلقة في القانون مع سيادة المستشار القانوني الأستاذ حسام المصري. النهاردة هنتكلم مع بعض عن جرائم البلطجة. طبعا كلنا شفنا في الفترة الأخيرة زيادة ملحوظة جدا في جرائم البلطجة، بقينا نشوف حاجات كتير وتشاجر وحاجات كتير جدا. هنتكلم في كل ده مع سيادة المستشار الأستاذ حسام المصري. أستاذ حسام، أهلا وسهلا بكم. نورت المشاهدين. في البداية بقى عايزك تقول لي تعريف جرائم البلطجة. جرائم البلطجة متنوعة. هل هي جرائم إلكترونية بتحصل على عبر السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، ولا بتحصل في الواقع العملي، في الواقع العملي أو الشيء الملموس؟ تمام. هو احنا مدام قلنا جرائم البلطجة هنا، فالمقصود بجرائم البلطجة اللي هي في الواقع الملموسة. بقينا نشوف كتير جدا يعني جرائم القتل، جرائم السرقة، جرائم ايه دي؟ هل هي تقصد جرائم القتل وجرائم السرقة وجرائم الاعتداء على النفس، ولا بالظبط هو ده؟ بالظبط. تمام. جرائم البلطجة ظهرت في الاونه الاخيره دي كلها جرائم السرقات. تمام. السرقات، سرقه التليفون وسرقات بالاقراض والكلام ده، ده بيحصل بسبب ايه؟ بيحصل بسبب سوء سلوك الافراد في المجتمع. تمام. لان كما عرفنا برضو في احد الحلقات ان القانون، تعريف القانون هي مجموعه القواعد التي تنظم سلوك الفرد في المجتمع بصفه عامه وملزمه. تمام. في فعل، ايه اللي بيخلي الشخص ده يقوم بالفعل يعني المعاقب عليه ده؟ الا اذا كان هو الشيطان مؤهله ان هو لو عمل الفعل ده مش هيعاقب عليه، فعشان كده بيبدا يخطط للجريمه، وبعد كده بيقوم بتنفيذ ايه؟ الجريمه. بس في الاول في الاخر اللي بيحصل بيتجاب وبتعاقب. تمام. طبعا زي ما انا قلت لحضرتك وزي ما انا قلت في البدايه، ان احنا شفنا يعني الجرائم بقت كتيره جدا في الفتره الاخيره، سواء سرقه، سواء تشاجر، سواء قتل، حاجات كتيره جدا. شايف ايه الاسباب اللي خلت الجرائم دي انتشرت؟ يعني شايف ايه الاسباب؟ الجرائم، لان عدم انتشار الوعي الكافي. يعني احنا مثلا دلوقتي، بمعنى زي انتشار عدم الوعي الكافي، احنا دلوقتي بقينا نتفرج كلنا على السينما. تمام. تمام. بيحصل دايما في بعض الافلام بتحصل فيها عرض البلطجه وعرض جرائم البلطجه. فبناء عليه انا كمشاهد بتسهل لي الامر ده، بتسهل لي بحاجه، يعني حاجه نفسيه او حاجه يعني في علم النفس، بتسهل لي الجريمه ان انا اقوم قايم بارتكاب الجريمه البلطجه زي السرقه والاعتداء على النفس والكلام ده. ده بناء عليه السينما. السينما. تمام. هي اللي عليها دور عامل كبير قوي. يعني انا في بعض الناس المشاهير او بعض الفنانين، انا طبعا ما ينفعش اقول اسامي او اذكر، افلامهم كلها فيها بلطجه. تمام. يعني حضرتك تقصد ان الفن عليه عامل كبير جدا طبعاً في المجتمع، ان الفن مؤثر جدا في المجتمع، وان الصوره السلبيه بتنعكس على المجتمع والصوره الايجابيه ايضا بتنعكس على المجتمع. الفن ده رساله، يعني رساله هي اللي بتصلح المجتمع. لكن لما تقعد تنشر فيها يعني افلام جرائم وسرقه وتزوير وقتل والكلام ده، ده احنا فين في الكلام ده؟ يعني مثلا انت لو رجعت ايام الثمانينات وايام السبعينات، افلام اسماعيل ياسين والافلام الجميله والافلام الكوميديه والافلام دي، الجيل في الوقت ده او في الزمن ده ما كانش فيه، يعتبر كانت شبه الجريمه شبه منعدمه. لكن دلوقتي انت لما تيجي تبص دلوقتي، اصل انا دلوقتي راجل بتاع سينما او انا راجل منتج افلام، تمام، لازم اعمل حاجه بتجيب لي نسب مشاهدات. لما انا بعمل افلام فيها بلطجه وفيها الحاجات دي، بتحقق ربح فظيع ونسب مشاهدات عاليه. فانا بقول عليه بصير هنا لازم في دور الرقابه، تشوف الفيلم وتعرض دور الرقابه على الفيلم، تعرض على الرقابه تمنع او تعمل، ما يبقاش الرقابه تقول لك اصل الفيلم لسه معروض عليه من امبارح او اول امبارح واتعمل، لا، يتوقف الفيلم. وحتى لو فيلم اتعرض في السينما يوم الثاني الثالث، في حاجات زي كده يتوقف ويتمنع الفيلم. بس حضرتك قلت جمله، يعني جمله مهمه جدا في كلامك، قلت ان للاسف الشديد الحاجه اللي بيكون فيها حاجات سلبيه بتحقق، سواء في السينما بتحقق ايرادات عاليه لان حاجه جديده. تمام. بص، مش حته انها حاجه جديده بقى، هو عايز برضه اسالك سؤال مهم. هل حضرتك شايف ان دلوقتي في انحدار في الذوق العام ولا لا؟ في انحدار في الذوق العام، وبناء عليه الانحدار ده ما حصلش من يوم وليله، ده بيحصل انحدار تدريجي. بناء برضه في تاني، انا يعني انا نفسي السينما بتاعتنا تفضل تعمل حاجات عن الاثار بتاعتنا، الحضاره بتاعتنا، حاجات يعني مثلا زي افلام، مثلا افلام وطنيه. افلام بتشوف الجيش بتاعنا بيعمل ازاي، الجندي بتاعنا عامل ازاي، الشرطه بتاعتنا عامل ازاي. دي من نفسها بتاهل المجتمع بالحفاظ على النفس وعدم وقوع الجريمه وعدم حاجات كتير جدا. صح. واحنا فعلا نفتقد الافلام ديت والاعمال الفنيه اللي زي دي، محتاجين افلام ومحتاجين اعمال فنيه تحس على القيم والاخلاق وتحس على التربيه. بالظبط. يعني انا اقول لحضرتك تحس على حب الوطن. بالظبط. يعني فيلم مثلا، اخر فيلم انا شفته مثلا في السينما، كنت شفت الفيلم ده لان انا كان عندي حب وفضول وكان متعه رهيبه، فيلم الممر. تخيل حضرتك لو السينما كلها، كل مثلا الموسم عيد وبتاع، في فيلم زي الفيلم الممر ده بيتعرض. فيلم مثلا فيلم كوميدي زي فيلم الفنان محمد سعد،
تتفرج على فيلم فنان محمد سعد ما تلاقيش فيه لفظ خارج، ما تلاقيش فيه موقف خارج، ما تلاقيش فيه بلطجه، ما تلاقيش فيه حاجه، ولو في حصل فعل بلطجه بيتعاقب عليه في اخر الفيلم. الافلام دي افلام مميزه جدا. اي انا حضرتك شايف ان العمل الفني السليم والصحيح ان ما يخلكش البلطجي، ما يخليش البلطجي ده بقى حلم بالزبط. الشباب وحلم البنات وحلم الناس يعني كلها. يعني انا دلوقتي لما اجيب لي في دور مثلا فيلم او مسلسل فقير ومش لاقي اكل مثلا وتعبان معايا الحياه وبعاني زي اي شاب، تمام، دخلت في مشروع البلطجه والتجاره الغير المشروع، فجاه بقيت غني غناء فاحش وبركب احدث العربيات وبركب الحاجات دي كلها، انا كمشاهد ما هو انا عايز اقلد ده عشان اوصل لده. هو بص، لو هنعلق عن الفن وهنتكلم عن الفن هنحتاج كلام كتير جدا، تمام. فنرجع لموضوعنا اللي هو ايه، البلطجه والضرب، تمام. عايزك تقول لي الفرق بين الضرب، تمام، المؤدي الى الموت والقتل العمد. طيب في ضرب يعني الضرب، انا ضربت انسان، انا ارتكبت فعل، تمام. في فعل انا ارتكبته فعل ضرب، ده بيتعمل جنح، تمام، اللي هو اقل من 21 يوم، تمام. ده الضرب العادي. ده الضرب العادي. الضرب اللي ادى للموت تاني بيعمل حاجه اسمها عاهه مستديمه، يعني في عاهه ده يتحول لجنايات، بدل ما بيبقى جنح بيبقى جنايه، تمام. في ضرب تاني افضى الى موت، هنا بيساوي لجريمه ايه، القتل، بس القتل غير ايه، بغير عمد، تمام. فيبقى العقوبه بتاعته مخففه. في قتل بقى، قتل تاني قتل عمد، والقتل العمد بيتقسم لقسمين، قتل عمد مع سبق الاصرار فقط، قتل عمد مع سبق الاصرار والترصد او مع الترصد. ايه الفرق بينهم؟ يعني سبق الاصرار في العقوبه، سبق الاصرار حصل فعل ما، فانا خلاص انا عايز اقتل فلان، قمت بالفعل الفلان اللي قدامي ده هرب، فانا اصرت وراه منه لحد ما انا قمت بايه، بالقتل، قمت بارتكاب الفعل القتل المعاقب عليه. هنا الاصرار، الترصد اللي هو انا قعدت خططت للجريمه وكان عندي الوقت الكافي ان انا اخطط للجريمه وقعدت يوم والتاني والتالت فتره كافيه خالص لحد ما نفذت الجريمه. هنا قتل اسمه قتل ايه، قتل هنا دلوقتي هو نفذ سبق، هنا 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 ترصد، انا مترصد لك وخططت للجريمه وعملت جريمه لحد ما نفذت الجريمه. هنا يعاقب عليها بالاعدام، وهنا يعاقب عليها بايه، بالاعدام. مش لازم يبقى يعاقب عليه بالاعدام سبق الاصرار والترصد، يا اما الاصرار يا اما ايه الترصد يا اما كلاهما، هنا يعاقب عليه بايه، بالاعدام. تمام. طيب ده اللي هو ايه، الاعدام اللي هو سبق الاصرار والترصد، او سبق الاصرار بس او الترصد بس او كلاهما، تمام. هل تختلف العقوبة حسب العمر ولا لا؟ تختلف العقوبة حسب العمر. يعني مثلا انت دلوقتي المحاسبة الجنائية او امتى الشخص يتحاسب جنائيا، اللي هو ما عدى 18 سنة ده يخش هنا يتحاسب جنائيا، هنا عمر هنا الجنائي. اقل من 17 سنة في حاجة اسمها الاحداث، في حاجة اسمها التأهيل النفسي. طب افرض هو دلوقتي في واحد اقل في سن 7 سنين فيما اقل، ده مش هيحاسب لان هو غير مؤهل او غير مدرك باللي هو فعله. يعني مثلا كان في وقعة كانت حصلت، يعني ان كان في طفل كان والده كان معاه سلاح مترخص، تمام، يمسك السلاح بيلعب فيه. طبعا ده خطر لان ده عدم وعي الاب برده، كان المفروض كان عامل حاجه فيه الامان وعمل فيه حاجه، كان واخد كل ده، مسك السلاح ده لعب فيه، المهم طلعت منه تفريغ طلقه ناري قتلت صديقه زميله برده اللي هو كان اقل من 7 ايه سنوات. هنا يعاقب، ما يعاقبش لان هو لأنه طفل غير واعي، طفل غير واعي وغير وغير. لكن افرض بقى اكتر من كده 16 سنه 17 سنه هيؤهل الاحداث ويؤهل تاهيل نفسي، عدت 18 سنه في اعلى هيعاقب بجريمه القتل، تمام. طب بخصوص ان حضرتك اتكلمت عن السلاح، فانا احب اخد حضرتك في سؤال تاني، وهو حمل السلاح بدون ترخيص سواء سلاح ناري او سلاح ابيض، العقوبه بتاعته ايه؟ السلاح الابيض في الاول، هو دلوقتي القانون فيه قانون اتعدل، الاول كان السلاح الابيض دي بتنزل جنحه، تمام، اخر حاجه خالص اتعدلت في الاول الاخير ان بقى السلاح الابيض بقى ينزل حاجه اسمها امن دوله طوارئ، اي سلاح بقى حتى لو شفره موس بتنزل امن دوله طوارئ. جنح يعني السلاح الابيض امن دوله، جنح امن دوله طوارئ بتنزل. طبعا الجنح احنا الساده المحامين فاهمين الجنح دي، الجنح دي ما فيهاش يعني لازم حضور المتهم، ما فيهاش حضور بتوكيل، لا اجراءات بس كده معينه، تمام، تمام. بس هي بتبقى تنزل جنحه، تمام. اما السلاح الناري، السلاح الناري اتقسم قسمين، سلاح ناري عادي او سلاح ناري مشخشن. بمعنى السلاح الناري العادي اللي هو يعني انا ده عايز شرحه كبيره قوي. السلاح الناري العادي اللي هو يعني العادي ببساطه، ببساطه يعني الطلقه بتاعته، انا ببساطه الطلقه بتاعته بتطلع كسهم منطلق عادي، اما المشخشن بتبقى الماسوره جوه السلاح فيها زي الاوز او بلف، تطلع الرصاصه بتلف. السلاح العادي لا يخترق الحديد، يعني مثلا لو بابها عربيه ما يخترقش، اما السلاح المشخشن يخترق، تمام. اما السلاح ده السلاح العادي لا، العقوبه فيه لا تتعدى 3 سنين، اما لو مشخشن تتعدى فيه ايه، توصل لحد مؤبد، حد المؤبد محبه، لان يعني خطير جدا انت تقول بيخترق الحديد، تمام. طيب طبعا في الصعيد، يعني في صعيد مصر مساله الطار دي منتشره بشكل كبير جدا، تمام، تمام. فعايزك تقول لي الطار يعني في القانون بيبقى قتل عمد
ولا بيتحسب ازاي؟ القانون لو في القتل الطار بيتاخد مع قتل عمد مع سبق الاصرار والترصد، لانه مخطط للجريمه وهو عارف هيقتل مين، وبيخطط قبل منها وبيعمل قبل منها، وليه مده كامله ده ممكن يقعد من السنين بيفكر ويخطط ازاي عشان ياخد بطار. وطبعا دي جريمه يعاقب عليها القانون، ويا ريت يعني احنا عايزين وعي للصعيد، وعي لشباب الصعيد واهالي الصعيد، ان تحد من الموضوع او تمنع موضوع الطار ده خالص. في جريمه قتل حصل، القانون بياخد مجراه والقانون بيجيب لك حقك، لازم لكن انت لما تيجي تروح تاخد حقك وتقتل وتاخد الطار، احنا كده عايشين في غابه. في غابه، ما بقناش قانون، احنا في دوله قانون. احنا استبدلنا القانون وبقينا عايشين في غابه، كله هيقتل في بعضه. تمام. طبعا عشان الوقت انا بحاول اخد منك اكبر قدر من المعلومات. دلوقتي كتير جدا يعني تحديدا في تطبيق الغرامه بتاع الكمامات وكده، تمام. ففي سؤال بيتردد في اذهان الكثير، متى يحق للضابط تفتيش الشخص العادي او تفتيش السيارات او كده؟ التفتيش دوت لما يكون هو دلوقتي لا يجوز تفتيش الشخص العادي الا يكون في سبب. يعني اذا كان لمح جريمه، في جريمه مباشره عليك، يعني مثلا واحد بيعمل مثلا شايل سلاح بدون ترخيص او شايل سلاح، فالسلاح ظاهر، فانا الجريمه بناء عليه ظاهره قدام ايه؟ مني. تاتي هنا الاستيقاف والقبض، وبعد كده الاستيقاف الاول اسالك هل ده مرخص ولا مش مرخص؟ لو مرخص وريتني ترخيص السلاح خلاص اسيبك، لو مش من غير مرخص يبقى انا استيقافتك، بعد كده اقبض عليك افتش، لان في جريمه ظهرت في حاله تلبس اللي هي اظهار السلاح. فهو ده بناء عليه اللي يعمل الاستيقاف والقبض والتفتيش. لكن ما فيش جريمه ظاهره يبقى انا من حقي ان انا ازاي افتشك؟ لازم اي تفتيش لازم يكون في اذن نيابه. حتى العربيه، انا ماشي بالعربيه في الشارع، كمين وقفني هيسالني على الترخيص، ترخيص ورخصه السواقه ورخصه العربيه، اذا كان انا ورقي مظبوط وحاجتي مظبوط مش لا يحق لي ان هو يفتش العربيه. تمام. في الحلقه اللي فاتت، تمام، يعني هفاجئك انا بقى دلوقتي. الحلقه اللي فاتت انت قلت لي يعني شكرت ناس كتير جدا، وقلت لي عايز اشكر ناس كتير جدا، ومن ضمن الناس ديت شكرت الوالد استاذ جمال المصري، تمام. وطبعا احنا النهارده فريق اعداد البرنامج واحنا القناه عملنا لك مفاجاه. ايه هي المفاجاه؟ اوعى تكون اللي في بالي. المفاجأة ان احنا معانا النهارده الاستاذ جمال المصري، ويا ريت يدخلوه معانا دلوقتي، وهيخش دلوقتي حالا. استاذ جمال، نورت وشرفت البرنامج. السلام عليكم. جدا جدا، وانا سعيد جدا جدا بوجودك معايا. كتر خيرك، انا اشكر جدا القناه اللي استضافتني، وهي قناه مميزه على فكره، وكتير من الناس بتتابعها، وبعض اصدقائي كتير جدا بيتابعوها، وان شاء الله انا اتشرف بيكم. احنا الشرف لينا بصراحه من كتر كلام سياده المستشار الاستاذ حسام عنك، يعني خلاني يعني كنت حابب جدا ان انا اشوف واعرف حضرتك واعرفك عن قرب، وبصراحه كلامه طيب جدا، وبصراحه نموذج مشرف ونموذج جميل جدا، يعني برغم انه حتى هو في وسط يعني مثلا المحاماه والقانون وكده، في وسط مليء بحاجات كتير جدا، هو شاب مجتهد وشاب مميز ومثال مشرف، تمام. يعني حتى السجاير ما بيشربهاش، يعني حد مجتهد جدا وحد كويس جدا، وبصراحه انا ببقى سعيد جدا انه بيكون معايا، والنهارده بقيت اسعد يعني ان حضرتك معايا. فعايزك بقى تكلمني شويه عن حسام، ويعني وتحكي للساده المشاهدين وتربيه حسام وكده. يعني هو حسام طبعا انسان جميل ووطني، واحنا ربيناه على الوطنيه وحب الوطن، وازاي يبقى انسان مفيد في المجتمع ككل، يعني حتى تحت اي ظروف يبقى طوبه في بناء هرم المجتمع.
وحب الوطن انا بنيته، وطبعا الفضل لامه. يعني بصراحه انا بحيي يعني والده سياده المستشار الاستاذ حسام المصري، يعني بحييها جدا، وبحيي الاستاذ جمال انه معانا النهارده وشرفنا. يعني انا بحييك جدا، وعايزك تكمل لنا بقى. طبعا انا عارف ان طبعا عشان ظروف الشغل بتاعت حضرتك وبتاع حسام فما بتتقابلوش كتير يعني، فيعني انت شرفتنا النهارده جدا، فقلنا نعملها مفاجاه لحسام يعني عشان ايه الظروف بتاع العمل في ومشاكل الحياه في في في, في البيوت المصريه كلها بشكل عام دلوقتي للاسف بقت حتى الناس اللي عايشين في بيت واحد ما بقوش يتقابلوا لان في ضغوط. يعني في ضغوط بقى، مثلا الواحد يجي من الشغل مثلا ينام يصحى بدري يروح الشغل والعكس، ما بيشوفوش بعض الا يعني نادرا. هو حضرتك نحب اتكلم في نقطه طبعا جوهريه، وطبعا لو انا طبعا يعني ممكن اكون متعلمتها من الناس الكبار، انك انت الواحد لما يجي يقبل على الزواج لازم يقبل على واحده تربي له اولاده. تمام. من النقطه ديت تربي جيل محترم، جيل يعرف يعني ايه الوطنيه، يعني ايه البلد، يعني ايه جاري، يعني ايه وطني، يعني ايه شرعي، يعني ايه مرميش حاجه في الشارع، يعني ايه بقاش مخرب في البلد، ابقى معمر دايما فيها، ابقى دايما معمر فيها، ما اذيش ما اذيش. يعني انت طالما ما تاذيش يبقى انت انسان مفيد في المجتمع. وتحط قاعدة دينية. يعني أنا بنيت في حسام ومامته طبعا أشكرها، ومن هنا طبعا ببعت لها رسالة أقول لها كتر خيرك وأنا متشكر منك جدا، ويعني ربنا يجازيك على تربية حسام وعلى أخوه هشام، ربطهم لي الحمد لله أحسن تربية. أنت حضرتك طبعا قلت دلوقتي أن طبعا إحنا في الشغل الحياة ومتاعب الحياة والسعي وراء الرزق، كان دايما تنصحني زوجتي تقول لي عايزين ناكل حلال، لو جبت لنا طعميه وفول وعيش واقل من كده انا راضيه بيه، لكن ندخل في بطننا حاجه حلال. فاي اسره تدخل في بطنها حاجه حلال تتاكد ان هي ممكن تطلع حسام نمره 2 وحسام نمره 3، وكلنا نبقى بنا لبعض في الخير للسعي وراء الرزق الحلال. طالما انا دخلت ابني في جوفه رزق حلال وبحاسبه في المدرسه تعالى افتح شنطته، بكلم لاولياء الامور اللي هم عندهم اطفال فيما اللي هم في ابتدائي وكي جي 1 لازم افتح شنطته وراقبه مراقبه ايجابيه بالنسبه لي انا، افتح شنطته اشوف عنده قلم زياده، كتاب زياده، كراسه زياده، جايبها منين يا حبيبي؟ من هنا بيبدا حب المدرسه، حب زمايله، اعلمه ازاي ما ياخدش حاجه مش بتاعته. من هنا خلاص انا بحط قاعده دينيه واسيبه هو بقى الحياه بقى ان شاء الله مع امه. اهم حاجه امه بين قوسين الزوجه هي اللي بتربي، احنا وسيله للحياه، وسيله لكسب المال والرزق، لكن الزوجه هي اللي بتربي بتطلع شاب. الزوجه هي ام، هي اخت، هي عمه، هي خاله، هي بنت، هي زوجه، كل حاجه. فلازم طبعا من هنا طبعا دور الست طبعا مهم جدا جدا في البيوت. الست طبعا لما تكون مثقفة تقدر تربي عيالها صح، تتابعهم في المدرسة، تشوف دروسه، تساعده. من هنا نشأ حسام وأخوه، وأنا عندي هشام محامي وحسام محامي ما شاء الله. وطبعا الفضل يرجع لأمهم، ومن هنا تاني بشكرها على مدى 30 سنة جواز، عمرنا ما اختلفنا. وطبعا الأولاد شايفين إن في بيئة اتربوا فيها، بيئة محترمة وبيئة مظبوطة وبيئة ما يشبهاش أي شائبة من العنف. كلام لا. حضرتك ده كلام جميل جدا، وعلى فكرة الكلام ده احنا كنا في حلقة قبل كده اتكلمنا أنا وست المستشار أستاذ حسام على اختيار الزوجة، يعني أن الواحد يختار زوجة، مش أن مثلا يبقى مثلا مختار حاجة معينة فيها، يختار زوجة أنها تسنده وتتحمله، يختار زوجة صالحة. تمام. فاصفر بذات الدين طربت يداك، ذات الدين، حمل الدين، تخاف ربنا فيك. فأنت ما تخافش منها طالما الست خافت ربنا في جوزها، هو في ماله، في عرضه. هو للاسف دلوقتي يعني دايما نشوف حاجات كتيره جدا، يعني حاجات محزنه، ان طبعا سيد المستشار الاستاذ حسام بقى بيشوف في المحاكم كل يوم اللي رفع قضيه على جوزها واللي رفع قضيه على مراته واللي ضاربين بعض ولا ايه، قول اي حاجه. ما هو الجواز بقى بيبقى ايه بقى اللي هو جواز الصالونات اللي هو ما فيش اسس دي، جواز اطماع، جواز اطماع. لكن في جواز انا عايز اعيش مع زوجه محترمه، في استكانه في البيت، في اطمئنان، في سكينه في البيت، في حب. يعني البيت بيتزرع بالحب، الاولاد لما تيجي تطلع لاقي حب بين الزوجه واحترام بين الزوج والزوجه، اكيد هيطلعوا سويين نفسيا. لكن لما يلاقي في اختلاف بين الزوج والزوجه
هيطلع الشخص تعبان نفسيا. وبعدين لازم اي اب ام واي اب يربوا اولادهم على حب الوطن. احنا مالناش الا وطننا، وطننا ده والعلم المصري ده نستذل بيه، يعني ده اسدال لينا نلبسه. العلم المصري لازم نستظل بيه كلنا، كل اي فرد تحت بقاع الارض المصريه من شرقها لغربها كلام حضرتك لازم يستظل بالعلم المصري. كلام حضرتك بصراحه جميل جدا، وانا بصراحه عايز اتكلم معاك كتير، بس انا عارف ان في علاقه صداقه بينك وبين سياده المستشار اسامه حسام، فعايزه يكلمنا عنها. يعني كلمنا بقى عن علاقه الصداقه اللي بينكم. هو لا ابويا يعني احكينا. هو مش ابويا، بحس ان هو اخويا الكبير او صاحبي، اخويا الكبير صاحبي، اي حاجه على طول بحكيها له. مش كاب، مش علاقه اب وابن، علاقه بتبقى علاقه صحوبيه، عشان ما بقاش في خجل او في حياء من اي حاجه انا بحكي لها. اي حاجه بتحصل بروح اقولها له على طول، يعني اول باول. يعني احنا بقينا سياده المستشار بقينا نشوف يعني حاجات محزنه جدا، ابناء كتير تلاقيهم عاملين يعني اسف اللفظ يعني حاجه محزنه جدا، اللي تلاقيه رامي ابوه واللي رامي امه. بقينا نشوف حاجات كتير جدا محزنه، حاجات تضايق. عايزك لو هتوجه رساله للابناء معاك الكاميرا هتقول لهم ايه؟ للاباء الاول. لا الابناء، الاباء الاول، عشان اذا كان صلح الاب بتربيه الابن فيطلع الابن يراعي الاب ويراعي كل حاجه طبعا. وانا ابويا يعني انا مهما بشكره العمر كله يعني طبعا مش هيوفي اي حاجه خالص من اللي عمله معايا. تمام، بس لو توجه رساله بقى للابناء برضه تقول لهم يعني بر الاب، بر الوالدين، وبرضه خليك ملتزم بالدين. بر الوالدين ده اهم شيء من الدنيا. يعني يكفي وانت نازل الصبح كده الاب والام بيدعوا لك، يعني يقول لك ربنا يرزقك، ربنا يفتح، يا ربنا يسهل لك الصعب وبتاع. مفيش اجمل من الدعوه دي، يعني احسن من تدخل مزعل الاب ومزعل الام ويدعي عليك وانت نازل. طبعا. ومن هنا من خلال برنامج حلم حياه احنا بنحب نوجه رساله، يعني بنحب نوجه رساله للاباء والابناء. انتم يعني مالكوش غير بعض، خافوا على بعض، وتحديدا للابناء. الابناء دلوقتي اللي يجي يقول لك مثلا عشان ابوه مثلا زعله في حاجه بسيطه او حاجه لا تذكر، تلاقيه قال لك مش عارف ابويا كان يوماني. لا، الاب لا يعوض، الاب والام ما يتعوضوش، هم دول السند، هم دول يعني الحصن المنيع اللي انت بتعتمد عليه. لو فقدتهم هتحس بقيمتهم، بس هتحس بقيمتهم امتى؟ لما تفقدهم هيكون خلاص، اللي بيروح ما بيرجعش تاني. يعني من هنا بنوصي كل ابن انه يكون بار بابوه وامه، خليك بار، لان النهارده الفرصه قدامك، بكره تاني ممكن ما تلاقيهاش. يعني احنا بنشوف دلوقتي حاجات على السوشيال ميديا للاسف، مش على السوشيال ميديا بس، بقينا نشوف حتى في الواقع حاجات كتير محزنه وحاجات تضايق، يعني اللي وصلت لجرائم القتل، يعني حاجات محزنه جدا. فخليكم بارين بوالديكم، يعني خليكم بارين بوالديكم. وسياده المستشار بقى انا عايزك بقى يعني لو هتوجه رساله انت للاباء هتقول لهم ايه؟ للاباء انا ما شفتش اب غير ابو ابويا، يعني مش يعني انا مش قادر اوصف او اوجه رساله الاب غير لابويا انا، يعني انا مش هقدر اوجه لاي حاجه تانية. يعني احكي لي كده موقف كده يكون ايه يعني في اذهانك مش قادر تنساه بينكم. بيني وبين والدي يعني في مواقف كتير جدا. في موقف كنا في مره كنا راجعين فيه في الشتاء، كان الجو كان ساقع قوي، كان في مطر تمام، وكان والدي كان معاه موتوسيكل تمام. فكنا راجعين، كنت انا عندي تقريبا حوالي 6 سنين او 7 سنين، فانا المطر جاي وهنا كنا ماشيين بموتوسيكل يعني. فانا بريت لقيته راح جايب لي، كان جايب زي كيس بلاستيك او حاجه كده زي او مشمع كده، ولفني بالمشمع وكنا ماشيين بيه تمام عشان يدفيه، عشان يدفيني. هو فضل ماشي ومكمل عادي، وقلع الجاكيت وقلع الهدوم بتاعته وكان لبساني لحد ما روحنا البيت. الموقف ده انا عمري ما انساه. حنان الاب يعني دي عظمه، يعني عظمه حنيه الاب للاسف كتير جدا مش قادرين يفهموها. وبصراحه يعني سياده يعني ابو حضرتك سياده المستشار يعني من الناس الجمال جدا، يعني انا لما قعدت معاه واتكلمت معاه يعني شخصيه عظيمه. وعايزك برضو يعني استاذ جمال، طبعا هو انا طبعا من كتر الفرحه ومن كتر يعني المفاجاه اللي المفروض اعملها له يعني، بس حسيت ان انا نفسي ايه يعني حاجه جميله جدا خلتني نسيت اساسا ان انا ايه اعرف حضرتك اكتر للمشاهدين. تمام، طبعا هو حضرتك مسؤول السلامه والصحه المهنيه. تمام، فطبعا بعد ما تحكي لنا موقف بينك وبين حسام، فعايز استفيد من حضرتك في حته السلامه المهنيه. هو الموقف بين حسام كل يوم بتطر علينا مواقف كتيره جدا في الحياه، مواقف ايجابيه ومواقف سلبيه. السلبيه انا وهو بنحط ايدينا في ايد بعضنا ونحولها ايجابيه. تمام، وده المفهوم بدون ما نتكلم، وهو ده اللي لابد انه يكون متواجد في كل مكان. يعني وهو في حاجه كويسه جدا ما بينكم، الصداقه. الصداقه ديت لازم تكون بين كل اب وابن. ليه بقى؟ لان انا دلوقتي لو ابني صديقي يعني انا يعني هيجي يحكي لي، ابن هيجي يحكي لي، والابن لو ابوه صديقه هيروح يحكي له بدون ما يخاف، هيفتح له قلبه. مظبوط يا حضرتك. هي العباره انا ايه، انا هفهمها ايه بمجرد بحاجه بسيطه جدا كده. ويعني الابن عباره عن زرعه، عباره عن زرعه،
والاب بينبت النبته جوه فناء الزرع جوه الارض. مين اللي بيسقي ومين اللي بيراعي ومين اللي بيعمل ده؟ الام. برضك هرجع تاني واقول الام. الام مدرسه، هي اللي بتطلع الضابط، وهي اللي بتطلع المحامي، وهي بتطلع رئيس الجمهوريه، وهي اللي بتطلع كل المستويات المشرفه في الدوله. فاحنا في دوله، احنا في دوله يحكمنا قائد عسكري جامد قوي احنا بنتشرف بيه. انا من هنا ببعت رساله قويه جدا للسيد الرئيس الجمهوري عبد الفتاح السيسي، بقول له متشكر على اللي انت عملته في البلد، الشوارع الجميله، انا حاسس ان في اوروبا، انا حاسس ان في اوروبا. شايفين كلنا تطور، تطور ايجابي جميل جدا، تطور جميل جدا. طبعا ناحيه الاقتصاديه كل العالم كله بيعيش ناحيه اقتصاديه، يعني مش هتفضل مستمر على طول. هو بص بخصوص الاقتصاد، طبعا الاقتصاد في كل مكان زي ما حضرتك قلت، وهو كل حاجه يعني كل اللي بيحصل ده عشان ان احنا الاقتصاد بتاعنا يعلى طبعًا عشان نتطور. اكيد طبعا اكيد. فاحنا مع قائد قوي، ايده مش مرتعشه، لما بياخد قرار احنا كلنا بنترقبه، بنلاقي قراراته بينفذها فعلا. فدي تخليك ان انت، انا اتشرف ان انا مصري، بقول انا مصري وبحط العلم على كتفي واعمل تيشيرت وفانيلا عليها علم مصر ونسر مصري. كلنا طبعا نتشرف بسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا. وعشان ما ياخدناش الوقت، عايز استفيد يعني من حضرتك في جزئيه السلامه المهنيه. عايزك تكلمنا عن السلامه المهنيه. هو السلامه المهنيه ده علم حضرتك، علم وليه قواعد وليه اسس وليه قوانين بتطبقه وتتابعه وتحت. بس في كلمة سريعة عشان الوقت يعني. اتفضل. ايوه سريع. كلمة سريعة. يعني ايه السلامة؟ السلامة يعني سلامة المنشآت. أنا في مكان دلوقتي في استوديو. الاستوديو ده أكيد فيه سيفتي، إن هو اتعامل منشأة، عامل سلامة، الأسلاك الكهربائية، بيئة المكان، بيئة المكان اللي احنا فيه. في طفايات، في إسعافات، في كل شيء. طبعا السادة المشاهدين مش يعني ممكن هم مش شايفين الحاجات دي، لكن احنا هنا قاعدين هنا مؤمنين لدرجة 100%. تمام، لنا ان شاء الله حلقة مع بعض نتكلم عن السلامة. عايز منك كلمة سريعة جدا قبل الختام سيادة المستشار استاذ حسام. كلمة سريعة؟ لا، ده ابويا، انا اوجه كلمة لابويا واسأل المشاهدين كلها، بص رجلي كمان قدام الناس كلها. ده ابويا مهما يعيش العمر ومهما يعدي، انا عمره ما عوض اي حاجة منه. انا يعني اشكر هيئتي الموقرة، مش طالبين غير الحلال. بصراحة حضرتك شرفتني ونورتني، وبشكر حضرتك جدا، وبشكرك سيادة المستشار، وشرفتوني ونورتوني. أعزائي المشاهدين، كنتم معنا في برنامج حلم حياة، وانتظرونا إن شاء الله في حلقة قادمة.